والله الشعب العراقي شعب مسالم ويطالب يعني بأبسط حقوقه، ما يطالب بشيء يعني معجزه. اول ما جت التكتك نشتغل والعالم صارت ماخذ علينا نظره يعني مخربين الشارع يعني. بس من صارت هي التظاهرات كل اصحاب التكاتك اجتمعوا بساحه التحرير ومنتشره بكل يعني مثلا على جسر الجمهوريه على جسر السنك اجتمعوا ينقلون جرحى لين مثلا صعوبه الاسعاف يطب هسه قاموا يسمون اسعاف الفقير. اول ما صار سمعنا يعني شلون تقول تظاهرات باب الشرقي فطلعنا ما طلعنا على مود احنا يعني ننقل جرحى او شيء، طلعنا احنا بالدرجه الاولى على مود نشتغل على باب الله يعني ننقل المتظاهرين. بس من صارت يعني مال رمي ويطلقون غاز المسيل للدموع بالنسبة لي جاء واحد قبل ما أعرفه شال واحد مختلف حطه بالتكتك قال اطلع بيه المستشفى فجرت احنا هاي السالفة ننقل يعني المجروحين المصابين بغاز المسيل يعني المختنقين للمستشفيات وصارت عندنا مثل شلون تقول خبرة يعني مثلا واحد مضروب راسه بالتظاهرات هذا قبل يعني ودي المستشفى الجملة العصبية. المتظاهرين هم عرفوا يعني من يجيبوا تكتك يفتح له مجال لين يعرف هذا مصعد جريح بطل انت بطل بطل بطل. والاشخاص اللي نقلت حياتهم شلون صاروا اصدقائي بالخمسين واحد صاروا اصدقائي والتكتك يعني مو بس صار الشغله بس يعني نقل جرحى يعني نقل الاكل والشرب. انا حاليا بالمطعم التركي انقل الاكل للمتظاهرين اخواننا. هاك حبيبي قلبي هاك قلبي حبيبي انت يعني انا سب بدايه التظاهرات قاموا اهلي ياتون علي يقولون وين رايح يخافون علي يخابروني بس بعدين من شافوا بالقنوات الحكي صار علينا والاغاني اللي نزلت علينا قاموا والله هم يقعدون من الصبح يقول لي روح ساعد اخوتك بالقران والدتي قالت لي هاي التكتك فدوه لك خلي تروح ان شاء الله انت سالم تخلص التظاهرات اللي من عندي يعني من والدتي قالت لي تكتك زيرو من الشركه وانا باقر لحد اخر لحظه بالتظاهرات انقل وساعد اخوتي المتظاهرين هو هذا هدفي الوحيد.